يعني هذا الأمر كان متوقع للشارع العراقي، للنواب، لجميع المراقبين للشأن السياسي. أيضا تحدثت أنا معك في لقاءات سابقة بأن هذا الأمر سوف يكون وسيحدث في الأيام المقبلة، بالتالي إجراء الانتخابات إلى العام شهر أكتوبر تشرين الأول هو أمر كان ليس مستبعدا وإنما متوقعا جدا، خصوصا وأن الكتل السياسية عندما انبثقت هذه الحكومة وحددت هذا الموعد الذي هو 6 حزيران المقبل كانت تتوقع بأن سيليه تأجيل آخر في ظل اليوم المعوقات السياسية واللوجستية التي لربما تعيق إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الموعد. المفوضية كما تحدثت معك سابقا بأنها ستكون هي الشماعة والذريعة والحجة التي سيتم من خلالها تأجيل الموعد إلى موعد آخر عند يعني 16 كما اقترحت المفوضية، وبعدها كما صوت يوم أمس مجلس الوزراء على اعتماد 10 وليس 16 كما تحدثت المفوضية واقترحت 10 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. بالتالي الكتل السياسية لغاية الآن غير مستعدة من أجل إجراء الانتخابات في 6 حزيران ولربما حتى في 10 من شهر تشرين الأول، خصوصا ونحن نعلم بأن التحالفات فعليا لم تبدأ لغاية الآن. المفوضية أيضا ذكرت بأن هذا الوقت غير كافي من أجل تسجيل التحالفات السياسية في الانتخابات، والعدد الذي سجل واعتمد في دائرة الانتخابات التابعة إلى مفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن أعداد كبيرة، بالتالي هذا ما جعل المفوضية اليوم تقترح لتأجيل الموعد، وهذا ما جعل أيضا مجلس الوزراء يصوت على اعتماد موعد جديد. أيضا ذكرت لك بأن هناك تحديات عديدة لوجستية وسياسية قد تعيق هذا الأمر، بالتالي أعود لسؤالك، المواطن العراقي هو غير مستبعد بإمكانية تأجيل الانتخابات حتى في الموعد الذي حدد به 10 من شهر تشرين الأول. يعني هناك إمكانية بدر على تأجيل حتى هذا الموعد.